دكتور احمد، مصادر مطلعه استبعدت ان يستأنف ضخ النفط العراقي الى تركيا قبل شهر تشرين الاول المقبل، وهو موعد زياره الرئيس التركي اردوغان. يعني مدى واقعيه هذا الطرح؟ شكرا جزيلا، تحياتي لحضرتك وللضيف الكريم وللمشاهدين الاكارم. نعم، هذا الطرح يعني واقعي جدا، بحكم انه تركيا ما زالت تضغط على العراق في سبيل التنازل عن ما قررته المحكمة الدولية في فرنسا، والتي قضت بتغريم أنقرة مليار ونصف دولار أمريكي. وبالتالي هي تضغط بهذا الاتجاه، وهذه المصادر ربطت أنه هذا التنازل أو هذا الحال ممكن أن يرتبط بزيارة أردوغان في تشرين الأول المقبل. وأعتقد أن المسألة سوف تطول أكثر، بحكم أنه حتى الآن لا توجد تفاهمات، وحتى زيارة وزير الخارجية التركي إلى بغداد لم تثمر إلى نتائج ممكن أن تكون حلول واقعية. وبالتالي أعتقد أنه ربما حتى زيارة أردوغان سوف تتأجل ربما إلى أشهر أبعد من تشرين الأول. وبالتالي يعني هذا الأمر سوف أكيد يعني سوف يقوض كل الجهود الرامية إلى استئناف تصدير النفط العراقي.